مؤسس التجمع العلماني العراقي السيد ضياء الشكرتشي ينضم إلينا عبر سكايب من ألمانيا. أهلا بك سيد ضياء. يعني هل نحن أمام تحول جوهري في تقييم مؤسسة الحشد الشعبي وأيضا الالتباس بينها وبين ما نسميه الفصائل المسلحة؟ شكرا جزيلا على الاستضافة الضافة. بالواقع هو منذ البداية كان تشكيل الحشد الشعبي خطأ ولا ينسجم مع فتوى الجهاد الكفائي للمرجع. المرجع قال انه تطوعوا في القوات الرسميه، في القوات العسكريه والامنيه للدوله، ولم يطلب تشكيل ميليشيات. وهذا ما اكده ممثل المرجع بعد كم سنه، 2015 كان له خطبه قال المرجعيه لم تدعو الى تشكيل ميليشيات. فالحشد الشعبي منذ البداية شكل مشكلة، صحيح ساهم بالتحرير وهو مشكور على ذلك، وأيضا الذين ضحوا بحياتهم في مقاتلة داعش هذا شيء نكبره فيهم، لكن الذين قاتلوا خلنا نعرف نوضح الأمور على أنواع ليسوا سواء. هناك من قاتل من أجل الوطن على رأسي، هناك من قاتل كتكليف شرعي استجابة لفتوى المرجعية، لأنه هو يعتقد أنه فتوى المرجعية ملزمة بالنسبة له وتشكل واجب شرعي لا بد أن يستجيب له. جزء منهم قاتلوا من أجل الدين والمذهب، وقسم منهم قاتلوا فقط من أجل المذهب والطائفة الشيعية، وقسم منهم قاتلوا استجابة لرغبة ومصالح الجمهورية الإسلامية، فهم ليسوا سواء في الواقع. ثم انتفت مبررات وجود الحشد الشعبي، أدى دورة مشكور الحشد الشعبي في مقاتلة داعش، لم تعد هناك أي مبررات لوجود جيش رديف للجيش العراقي. إحنا دولة المفروض، ولو الدولة غائبة لا وجود للدولة، بس على إذا كنا دولة المفروض هناك جيش واحد. من غير معقول أن يكون لنا جيشان، جيش رسمي وجيش رديف. ولكن سيد ضياء، يعني في سياق ما بتياري الدولة ولا دولة، هل ألا تعتقد أن ذلك سيؤدي أزمة اللواء قاسم مصلح قد تؤدي إلى إعادة فرز كبيرة وحادة داخل المنظومة الشيعية؟ والله المنظومة الشيعية أنا أصلا أكره هذا المصطلح، ما أعتبره أصلح، أكره مصطلح القوى السياسية الشيعية والقوى السياسية السنية. هذا أصلا يعني هذه المصطلحات لا تبني دولة، هو أصلا وجود، ولكن لا نستطيع أن ننكر وجودها سيد ضياء. ما ننكر وجودها، ولكن وجود هو بالواقع غير طبيعي وغير صحيح، يجب أن نعمل على إزالته. إحنا نريد دولة مواطنة، لا نتكلم عن قوى شيعية وقوى سنية. أيام زمان في زمن الملكية وحتى في زمن الجمهورية الأولى كان الانقسام بين التيارات السياسية مو على أساس طائفي، هناك تيار وطني، هناك تيار يساري ماركسي، هناك تيار قومي إلى غير ذلك من الأمور، وفي كل اتجاه سياسي هناك عبور للطوائف، يعني كان السني والشيعي والمسيحي والإيزيدي والصابي كلهم موجودين كعراقيين. هذه بدعة جديدة أوجدتها منظومة ما بعد 2003. طيب إذا هل تعتقد أن تؤدي أن أزمة اللواء إلى ربما إعادة فرز لهذه المنظومة؟ إعادة فرز، الفرز لا ينفعنا، أنا أتمنى إزالة لهذه المنظومة. الفرز نعم ربما يكون فرز، ربما يكون صراع، ولكن حتى المعتدل فيهم ما زال هو يقدم نفسه كسياسي شيعي، والآخر في الطرف والآخر يقدم نفسه كسياسي سني. هذا نقض لمبدأ المواطنة اللي يجب أن تقوم عليه الدولة الحديثة. الدولة الحديثة ليس فيها طوائف، وهذا شيعي وهذا سني وهذا عربي وهذا كردي. هذا نقض لمبادئ الديمقراطية ولمبادئ الحداثة ولمبدأ الدولة الحديثة، ولا يمكن أن تقوم دولة على هذه الأساس. فكل اللي جرى من 2003 لحد الآن هو أمر خاطئ وفاسد ومضر، يجب أن يزول، يجب أن يزول. الطبقة السياسية كلها يجب أن تزول، لا حل إلا بذلك. صحيح الطريق صعب وشاق وطويل، ولكن هذا هو هدفنا النهائي.
نعم سيد ضياء الشكرشي مؤسس التجمع العلماني العراقي، شكرا جزيلا لوجودك معنا.